مؤتمر النهارده كان بخصوص ما هو مدى قانونية عرض أمر حل الصندوق على الجمعية العمومية، وده أمر قانوني بنص المادة رقم 4 من القانون، المادة رقم 4 من القانون 13 سنة 1983. الهدف ان مال الاتحاد اصلا ان الاتحاد يضار بشيء سيء جدا، ان لا يوجد لهم رؤية لاستثمار اموال الاتحاد. اموال الاتحاد اصلا قائمة على اموال التي تحصل من شركات الادوية، وبالتالي ان الدمغة زي ما قلنا ان في 260 الف طبيب، لو كل واحد فيهم تحصل 2 جنيه يوميا من واقع الكشف والعمليات كان الدمغة المحصلة من الاطباء تصل الى 200 مليون جنيه، لكن الواقع ان هم 6، كان السنه اللي فاتت 8 مليون والسنه دي 6 وهم في تناقص. الاتحاد متحصلاته تقريبا 470 مليون، في منهم 420 مليون بس جايين من شركات الادويه. اذا اللي شايل الاتحاد بمعاشاته باعاناته هي نقابه الصيدله. احنا بنطالب بحل الصندوق، حل الصندوق، وان كل نقابه تتولى اداره اموالها بنفسها. دكتور عصام عبد الحميد، امين عام نقابه الصيدله. الهدف منه تحقيق فوائد، يعني اعلام الراي العام الصيدلي هي رقم واحد، والراي العام في مصر عن اللي بتعمله نقابه الصيدله، وايه الهدف من اللي بتعمله ده بالنسبه لاتحاد نقابات المهنه الطبيه. ما هو الهدف تحديدا القاء او تسليط الضوء على نقط الضعف اللي في الاتحاد، اللي خلت نقابه الصيدله في الاول وفي الاخر تطلب ان فلوس الجزء بتاعها يحول ليها لاعاده استثمارها بشكل جيد. يعني اهم الطلبات بتاعه المؤتمر حل الصندوق وتوزيع ما به من اموال على النقابات، كل نقابه بحسب عدد الاعضاء بتاعها. دكتور جميل بوتو، رئيس لجنه الضرائب بالنقابه العامه وعضو المجلس وامين الصحه بحزب حماه الوطن. الحقيقه النهارده المؤتمر كان هدفه ان احنا نحل صندوق الاتحاد، وده قانونا مفروض موجود في البند 2، موجود في البند 2 من الماده 22 من قانون 13 1983. طبعا ليس هدف الحل هو الانفصال، ولكن هو حل الصندوق فقط. الانفصال طبعا دوت لابد من وجود قانون، لان قانون 13 83 الزم النقابات الاربعه بدخول الاتحاد واصبحوا تحت مظله الاتحاد، ولكن وجد في الماده 22 انه اذا اراد حل الصندوق فيجوز، ولكن عليه تحديد الى من سيؤول. طبعا سيؤول النقابات الاربعه بحسب الاعداد، وهو مطلب قانوني 100%. حل الصندوق سيتيح للنقابات الاربعه استثمار اموالها كما تشاء. طبعا حل الصندوق سيتيح معاشات اكثر بالاستثمار لبعض النقابات. نحن نملك الاستثمار في مجال الدواء، نملك الاستثمار في مجالات كثيره، وبالتالي سيزيد معاش الصيدلي. عن النقابات الاربعه الثلاثه الباقيين استثمار اموالهم كما يشاؤون في مستشفيات، في عيادات اسنان، في كما يشاؤون. طبعا الهدف الثاني من المؤتمر هو اعاده هيكله اداره الدمغه. هيئة إدارة الدمغة فيها يوجد تقصير شديد بها، لابد من إعادة هيكلتها، لابد من أن تعمل بطريقة جديدة، تعمل بديناميكية جديدة على أساس تحصيل الدمغة من جميع النقابات الأربعة وليس من نقابة واحدة التي تعتبر هي الممول الرئيسي للاتحاد.